للي بيحبوا قصص الخيال العلمي او مش خيال علمي، قصص الغموض العلمي عجبتهم قوي، وغرقنا في تفاصيل حاجة كده انتشرت سنة 2016 اسمها متلازمة هافانا. ومتلازمة هافانا دي لما أثيرت ولما كتر الجدل عنها، اعتبرتها الاستخبارات الأمريكية أنها سلاح بيولوجي، أو أنه سلاح يطلق ضد المواطنين أو خليني أقول إيه أصحاب القرار الأمريكيين والسياسيين الأمريكيين، واعتبرتها حرب بيولوجية بينها، اتهمت فيها روسيا أحيانا، كوريا أحيانا أخرى. إيه متلازمة هافانا دي؟ متلازمة هافانا بحسب الأعراض اللي رصدت عند المسؤولين وقتها، إنه كان بيسمعوا طنين غريب في ودنهم، وبيسمعوا مجموعة من الأصوات الشديدة والضغط الشديد جدا، والأعراض كانت متشابهة جدا عند مجموعات من الناس. والغريب جدا أن مجموعات الناس دي كانوا يا إما بيشتغلوا في نفس المكان مع بعض في نفس المكان، عشان كده ابتدى يبقى الرصد والتحليل أكتر. وحصلت بقى أبحاث علمية عميقة إلى آخر المدى. إذا ينفع تقرأ عن متلازمة هافانا هتكتشف أن الموضوع خد حجم كبير جدا، وبقت تقريبا تهمة وصلت لأوقات كتير لسحب الموظفين مثلا الأمريكيين من السفارة الكورية في بعض الأوقات في روسيا، أنه ابتدوا ياخدوا إجراءات احتياطية لأنه اعتقدوا أن مبنى السفارة الأمريكية في روسيا كله حواليه موجات صوتية هي اللي بتسبب للناس متلازمة هافانا دي. القصة خدت أبعاد عميقة جدا. وخليني أقول لكم 2016 دي مرتبطة بمين؟ بفترة قيادة أو رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إحنا النهاردة في 2022، وده اللي يخليك تقول إن العالم في حاجات مش مظبوطة جدا. النهاردة في 2022 السياسات اتغيرت خالص. ترامب كان يؤمن جدا بنظرية المؤامرة، فواضح جدا إن حتى الأبحاث راحت معاه في النظرية وصدقتها. النهاردة بقى بقيادة أو بإدارة سياسية لا تؤمن بنظرية المؤامرة، بغض النظر مين حلو ومين وحش، مين صح ومين غلط، إحنا ما نعرفش. لكن CIA النهاردة أعلنت وحسمت الموضوع، قالت كفاية بقى كلام في نظرية المؤامرة، كفانا حديث عن متلازمة هافانا، لا مفيش أي تورط لاستخدام روسيا أي أسلحة مسؤولة عن إصابة المسؤولين الأمريكيين بمتلازمة هافانا. الحقيقة الموضوع أنا بحبه، وبحب أقعد أرغي فيه وأقرأ فيه، وبنبسط لما بسمع تفاصيله، مش لأي سبب غير أنه يشبه كل الأفلام اللي احنا اتفرجنا عليها، يشبه الأفلام الأمريكاني اللي كان فيها العقدة وتصاعد الأحداث في العقدة، وفي الغالب كان لازم يبقى الحل من الجانب الأمريكي. ليها تفاصيل كده مثيرة للتفكير.